الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. K2 تكتشف كوكبا خارجيا ضخما حديث الولادة يدور حول نجم فتي. اكتشف العلماء مؤخرا كوكبا خارجيا مكتمل التكوين، هو الأصغر سنا بين جميع الكواكب الخارجية التي تم رصدها حتى الساعة. تم رصد هذا الكوكب اعتمادا على مقراب كيبلر الفضائي والمهمة التابعة له K2، إضافة إلى مرصد WM كيك الموجود في ماونا كيا في هاواي. حسنا، ما هو الكوكب الخارجي؟ الكوكب الخارجي هو كوكب يقع خارج مجموعتنا الشمسية، يدور بانتظام حول نجم محدد كما تدور كواكب مجموعتنا الشمسية حول نجمنا الشمس. أطلق على الكوكب المكتشف حديثا اسمه K2-33b، وهو أكبر بقليل من كوكب نبتون. يكمل هذا الكوكب دورة كاملة حول نجمه كل 5 أيام، ومن المرجح أن يكون عمره بين 5 إلى 10 ملايين سنة، مما يجعله أحد أصغر الكواكب المكتشفة عمرا حتى الآن. وبإجراء مقارنة بين عمر كوكبنا البالغ 4.5 مليار وعمر هذا الكوكب، فإن كوكب K2-33b يعد طفلا حديث الولادة. ما تزال عملية تشكل الكواكب عملية معقدة يكتنفها الغموض، إذ يؤكد علماء الفلك وجود نحو 3000 كوكب خارجي حتى الآن، لا يقل عمر أغلبها عن 1 مليار سنة. لذلك فإن محاولة علماء الفلك فهم دورات حياة الكواكب اعتمادا على أمثلة بالغة في السن كهذه يشابه إلى حد كبير محاولة فهم نشأة وتطور البشر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ومن ثم الشباب عبر دراسة الأفراد البالغين فقط. رصدت مهمة K2 الإشارات الأولية لوجود الكوكب، إذ رصدت كاميرا المقراب الفضائي وبشكل متكرر غشاوة في الضوء المنبعث من النجم المضيف، مما يشير إلى وجود كوكب يمر أمام النجم بشكل منتظم ويقوم بحجب ضوئه. ثم جاءت بيانات مرصد كيك لتؤكد أن سبب الغشاوة يعود بالفعل إلى وجود كوكب يدور بانتظام حول النجم، كما أكد المرصد أيضا صغر عمر هذا الكوكب. وقد أظهرت قياسات الأشعة الحمراء الواردة من مقراب سبيتزر الفضائي التابع لوكالة ناسا بأن نجم هذه المنظومة الكوكبية محاط بقرص رقيق من غبار وبقايا كوكبية، الأمر الذي يشير إلى أن مرحلة تشكل الكوكب الخاص بالنجم قد شارفت على نهايتها، إذ تتشكل الكواكب من أقراص سميكة من الغاز والغبار تدعى الأقراص الكوكبية الأولية. تحيط هذه الأقراص الكوكبية بالنجوم الفتية. إن كثافة الغازات والصخور والغبار في هذه الأقراص الكوكبية الأولية تجعل رؤية ما يحدث داخل هذه الأقراص أمرا صعبا على العلماء، ولكن لا يعود الأمر كذلك بعد مرور 40 ملايين سنة، حيث ينحسر معظم الغبار مفسحا المجال أمام العلماء ليتمكنوا من رصد الكواكب الفتية. إن قرب هذا الكوكب الفتي من نجمه هو ميزة مثيرة للاهتمام، إذ أن المسافة بين هذا الكوكب ونجمه أقل من المسافة بين كوكب عطارد والشمس بنحو أضعاف، الأمر الذي يجعله ساخنا للغاية. وعلى الرغم من عثور العلماء على العديد من الكواكب الخارجية التي تدور بالقرب من نجومها، إلا أن فهم ذلك لا يزال بالأمر المحير. فقد حاول علماء الفلك طويلا فهم كيفية دوران كوكب كبير كهذا في مدار صغير حول نجمه. ففي مجموعتنا الشمسية مثلا تدور الكواكب الأكبر في مدارات أبعد عن الشمس.
اقترحت بعض النظريات أن الكواكب تستغرق مئات الملايين من السنين لتنتقل من مدار بعيد جدا عن النجم إلى مدار آخر قريب. لا تنطبق هذه النظرية على حالة الكوكب K2-33b لأنه لا يزال كوكبا فتيا لم تنقضي على نشوئه فترة طويلة. وفقا للفريق العلمي، هناك نظريتان لتفسير القرب الكبير للكوكب K2-33b من النجم. الأولى أن الكوكب انتقل إلى مداره خلال عملية تدعى الهجرة في القرص، والتي تستغرق مئات الملايين من السنين. والثانية أن الكوكب تشكل في نفس موقعه الحالي. وفي كلتا الحالتين، فإن اكتشاف الكوكب K2-33b سيعطي العلماء بيانات جديدة يتأملوها ويأخذوها في الحسبان.